ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بكم. يعني في تصريح مهم تزامن مع اقتراب الانتخابات، رئيس الحكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء في العراق يقول إنه ليس مع الأكثرية السياسية التي تريد أن تستبعد الآخر، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا التصريح كما نعلم جاء على خلفية تصريح المالكي الذي تحدث عن الأغلبية السياسية الوطنية وعلى أساس أن على الانتخابات أو أنه أن مكونه الانتخابي سيخوض الانتخابات على أرضية الأغلبية السياسية الوطنية. نحن نعلم بالصراع السياسي الحالي الذي قائم بين جناح المالكي وجناح العبادي، وهما جناحان مهمان في حزب الدعوة الحاكم في العراق. هذا التصريح الذي أدلى به العبادي بالحقيقة يحتاج إلى كثير من التوضيحات، لأنه ضبابي جدا. ما هو المقصود بالأغلبية السياسية، وما هو المقصود بالمستبعدين سياسيا في العراق؟ نحن نعلم بأن المحاصصة الطائفية التي جاءت بها العملية السياسية ما بعد الاحتلال، هذه تقوم كما هو من اسمها تقوم على أساس أنه لكل طائفة حصة ولكل قومية حصة. فالاستبعاد من هو مشمول بالاستبعاد من العملية السياسية هي القوى الرافضة للاحتلال أساسا، والقوى الرافضة لهندسة العملية السياسية على هذا الأساس الطائفي. هؤلاء هم المستبعدون، وهؤلاء هم القوى النزيهة والقوى الوطنية المخلصة للعراق. وأعتقد أن هؤلاء ستظل حالة استبعادهم، وليس استبعاد فقط، وإنما عملية مطاردتهم واستهدافهم من قبل القوى الأمنية العراقية ستستمر في ظل، سواء في ظل عبادي أو في ظل المالكي أو في ظل أي حكومة جديدة تنتج عن الانتخابات المقبلة. في المقابل المالكي يقول إن أغلبيته ستكون وطنية وستشترك في جميع مناحي العمل في العراق. يعني إلى أي مدى يمكن للمالكي بهذه التصريحات أن، إن صح التعبير، أن يعني يسهم في إعادة نفسه مرة أخرى إلى المشهد؟ بالتحديد هذا المصطلح هو المصطلح المناسب لهذه التصريحات. المالكي سبق أن أطلق على جماعته أو تحالفه الانتخابي باسم دولة القانون، يعني هكذا كان الاسم. وعندما استلم المالكي البلد لم يصبح للقانون أي دور، إنما تم في ظله لم يكن هناك قانون، أي لم يعد هناك وجود لأي قانون، وإنما في ظل المالكي أو عهد المالكي تنامت الميليشيات الطائفية وتنامى دورها وأصبحت فوق القانون. والمالكي كما نعرف هو الذي عبأ الشارع العراقي تعبئة طائفية هي الأسوأ في تاريخ العملية السياسية منذ الاحتلال إلى يومنا هذا. هذه المصطلحات هي مصطلحات ديماغوجية ضبابية يراد منها كسب الشارع العراقي وتزييف إرادته. أستاذ لبيد، يعني موقع البيت الخليجي للدراسات ذكر في تقرير له أن هيمنة إيران لن تكون يعني كافية لتمرير الحكومة. يعني ما العوامل من وجهة نظرك التي ستؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة؟ نعم، إلى حد الآن لا يوجد هناك أي دليل على أن هناك لاعب رئيسي آخر ممكن أن يتحكم بالأغلبية السياسية أو بمن سيحكم العراق بعد الانتخابات غير إيران. الدور الأمريكي في العراق تراجع كما نعلم منذ 2011، وعادت أمريكا إلى العراق بقوة بسبب الوجود القوي للتنظيم الدولة في العراق بعد 2014. لكن التقرير الأخير الاستراتيجي الأخير الذي صدر عن البيت الأبيض قبل نحو 3 أشهر أكد على
أن على تراجع الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لحساب الاهتمام بشأن الخطر الذي تشكله الصين وروسيا على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا يعني إذا مقارنة تقرير البيت الخليجي بالتقرير الاستراتيجي الأمريكي، نجد أن الواقع هو أن إيران هي التي تهيمن على القرار السياسي، وهي التي تتلاعب بمصير العراق. وأعتقد أن الانتخابات المقبلة ستفضي إلى حكومة أقرب كثيرا إلى إيران من الحكومة الحالية، لأن إيران تريد أن تستخدم العراق كما ذكرنا في مناسبات أخرى، تريد أن تستخدمه ممرا آمنا للوصول إلى ماذا عن النقاط. موقف واشنطن من ذلك؟ نعم، ماذا عن الموقف الأمريكي من ذلك؟ الموقف الأمريكي بالحقيقة سيبقى يتجنب التصادم مع إيران، ولا توجد أي مصلحة لا لأمريكا ولا لإيران في حالة التصادم، ولا يوجد أي مبرر كافي حاليا لحدوث تصادم بين أمريكا وإيران. الوضع في العراق بالنسبة لأمريكا طالما لا يهدد المصالح الاستراتيجية الكبيرة لأمريكا، فإذا هي لا تكترث بمن يحكم العراق وكيف ستؤول وكيف سيتطور المشهد العراقي بعد هيمنة إيران. إيران مهيمنة بالأساس على العراق، ولا يشكل ذلك أي خطر على المصالح الأمريكية إلى حد الآن. لذلك أنا أعتقد أن أمريكا لن تلعب دورا ولن تضغط على إيران في من أجل أن تسحب وجودها وتقل من هيمنتها، بدليل أن العبادي منذ إعلانه بأنه هزم تنظيم الدولة لم يقدم على أي خطوة من أجل تقليم أظافر الميليشيات. الميليشيات ما زالت سائبة وتتحرك بكل شراسة في الشارع العراقي، وهي تهيمن على المناطق التي والمدن، حتى المدن التي تم اكتساحها وتدميرها ما بدأت تنتشر أو يتعزز وجود الحشد الطائفي والميليشيات الطائفية في هذه المدن كنينوى كصلاح الدين وغيرها، ولم تحرك الحكومة الأمريكية أي ساكن ضد هذه، والعبادي لم يقدم على خطوة صحيحة جريئة من أجل الحد على الأقل الحد من نفوذ هذه الميليشيات واستهتارها. وكان نشكرك شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.